تجيب بعد عندنا اكو سؤال ساعدكم على هذا السكشن بال متساجيتال سكشن. فانت اذا سويت سي تي سكان نفس الصوره هاي تشوفها بالام ار اي او سي تي سكان ما راي يشتغل ما يشتغل على الاكس راي راديشن الام ار اي على الووتر على البروتون قد اكو بالتشو موجود فيبين قد اكو فيو بالدفرنس مال البروتون يعطيني الصوره مال البرين. فالام ار اي سيف ام ار اي سيف مجرد بس تخلي الشخص مجال مغناطيسي مجرد يحق البروتونات تصير داكشن مالتها بالبرين تتوجه قد اكو بروتونات هذا الجهاز يسوي لها الصوره اقل يطيني مثل سي اس اف بي واتر هواي فالبروتون اكثر فالسي اس اف فلود يصير بي او بلاد بي هاي يعني الايمج مالته يصير تنس زين جراي متر اقل طبعا وايت متر اقل يعني فات فات ما بي واتر بروتون فاقل فصار عندي اذا هذا هو الامر اي صوره مال البرين زين باراساجيتال هسه هذا ميديان سكشن بالاخص هذا الميديان كلش انسبت في السيزون بالوسط البارا اللي هو هذا عندكم اللي تشوفوه هذا تقريبا انا ببتعد عن الناتر تقريبا واحد ثلمس من انتصف الثلمس نفسه لاحظ هنا عندي اوبتيكازم سيستم موجود هنا هاي اوبتيكازم زين وهذا اوبتيك نير زين وعندي هذا هو الثلمس هاي شنو هي الكودت نيوكليس This is head of coded nucleus. وين موجودة بال floor of the lateral ventricle. هاي lateral ventricle فراغ بي بي CSF. زين. فهي هاي الهيد مال coded nucleus موجودة بال floor of the lateral ventricle. والثلمس تسوي لي ال lateral wall of the third ventricle. زين. أدي هنا أنا لاحظ هذا هي ال commissural fiber مال corpus callosum. نستل موجودة بعدها هذا اللامنة ترمينالس هذا هو الكوديك نيوكليس واضح كلش وهذا هو الثلمس زين هذا هو نفسه الكوربوس كولوسوم كوميشنال فايبر متوجهة الى هذا الهيمسفير وجاي من السيمسفير الكونترولاتر سايد زين هاي جراي ماتر واضحه هاي باي ماتر لاحظ تكون فاسولر بي بلاد فازلز طبعا تدخل النيورال التشو تاخذ باي ماتر وياها زين شي باي ماتر شيت وياها زين هذا عندك هنا انا ال فرايتو اوكسيبتال سيركاس هذا اوكسيبتال لوب هذا باراسنتال لوبيول زين وهذا هو البريكيونيس هذا الكيونيس هذا الكالكارين سيركاس اذا هذا هو اللينجوال جالس هذا هو اللينجوال جالس هذا جالس خمسة عيني ايش بك؟ ليش ما تقول انت؟ لا زين والله عندك هنا هسه صورة ما اعتقد فيها شيء بعد اخر هذا ال طبعا هنا فوق ال هذا عندك ال ميديال سوبير فرونتال جالس هذا الميديال بارت زين وهذا سنجلم سنجليت جالس يعني نقدر نشوف سنجليت هنا انا فوق الكورفاس كالاسون جوا اكو فايبر اللي هو اسوشيت فايبر مثل الفورنكس شفتوا الصورة اللي مو صورة هذا البرين الحقيقي الجو الكربس كلاس ما اكو تراكت اكو فوق الكربس كلاس ما اكو تراكت فاحنا اخطأنا مرة قلنا لكم هذا هو الفورنكس بالعكس هذا هو السنجلم والسنجل جالس اكو فايبر مالته يسموه السنجلم يربط لي الليمبيك لوب مع بعضها مع الفارهبكم الجالس فايبر يربط السنجل جالس مع الفارهبكم الجالس والفورنكس هم اسوشيت فايبر
يربط لي المملير بدي او هايبوثالاموس مع الهيبوكامبس هيبوكامبس جايروس. هذا مع البارا السنجلم وهذا مع الهيبوكامبس جايروس. هنا يسووا لي الليمبك سيستم. اخذتوه المحاضره عن الليمبك سيستم. فهذا وهذا هذين الاثنين اللي اشوفه. هذا التراكت واضح يبطين الهايبوثالاموس مملير بدي مع الهيبوكامبس جايروس الموجود بالتمبرال لوب موجود هنا انا بس بعدين نجي وعندي السنجل جالس البطلي مع بارا هيبوكامبس جايروس اللي يكون هاي كولاترال سيركس اشوفها هاي كولاترال سيركس وهذا هذا هيبوكامبس وهذا بارا. فاذا هذا هو نسميه يربطلي السنجل جايروس الموجود هنا انا هذا السنجل جايروس يربط اسوشيتي فايبر مع هذا الهيبوكامبس جايروس على شكل شنو حرف سي شيء زين. ها مو كربس كالسيوم فوق الكربس كالسيوم اكو نسميه السنجل جايروس اللي هو هذا سنجل جايروس اقرا هذا جايروس سنجلي اللي هو هذا هذا فوق هذا سنجل جايروس جايروس سنجل جايروس هذا الفايبر مالتي يرتبط مع الهيبوكامبس جايروس الفار عفوا والفورنكس اللي تشوفه هنا يرتبط مع او جاي من الهيبوكامبس جايروس هذا فارا هذا هيبو. الكورديد فيشر اللي قلنا لكم عليه هذا الكورديد فيشر اللي يدخل به الكورديد فلكسس الى الانفيرو هذا مو اللاتر فنتريكل هذا هم على شكل سي شيب هذا اللاتر فنتريكل من الجهه الثانيه هذا انفير هون هذا البودي يروح للفرونتال لوب نسميه انتير لوب انتير هون الاوكسيبتال لوب نسميه بوستيرير هون والبالتمبرال لوب نسميه الانفيرير هون اللي نشوفه واضح يمكن بصوره سن نشوفه بعد. فاذا صار عندي الكورايد فيشر هذا يكون هو الكورايد بلكسس يدخل بهذا اللي هو هذا موجود بال هذا شوف هذا شوفه الكومبلكسس اوف كورايد كورايد فلكسس هاي الكورايد فلكسس اللي هي باللاتراماتيكال زين اللي موجود جايه منه نفس هاي على شكل سي شيب ها تمتد مع ال هون جاي منه. لو نجي مره ثانيه الى نشوف عندي هسه خلصنا الا ذاك السجل فيو نجي على الكورونا فيو حتى يكون شوية متقارب مع واحد يعني صار عندكم فالصورة واضحة. صار عندك هذا الثالث فنتريكل هذا السبتم بيلوسيدم زين تفصل لي اللاتر فنتريكل عن الثالث فنتريكل من انتر فنتريكل فرامنا. فاذا هذا هو شو يكون الثالاموس هذا هو الثالاموس هذا عندك هنا جزء من الانتيفونيكس موجود هنا هذا اذا هذا هو التمبرال لوب هذا هو اللي باريتال لوب اللي متوجه الى الفرونتال زين قريب على الفرونتال زين وعندي هذا الفرونت تمبرال لوب سوبيريور وميدل وانفير تمبرال جايروس وهذا هو البارا هيبوكامبس جايروس وهذا الهيبوكامبس جايروس. الهيبوكامبس جايروس قلنا والبارا والسنجل جايروس نسميه الليمبيك لوب حول ال نسميه الطرفي هذا حول البرين ستيم. هذا الهيبوكامبس وهذا بارا. هذا ترى هيبو لو شوف هذا الجايروس الاخير هي واحد اللي بالاتراماتيكال اللي هذا الاتراماتيكال هذا نسميه الهيبوكامبس جايروس وهذا البارا وهذا تمبرال انفير تمبرال ميدل وسوبيريور زين. ها الاوديتوري اريا هنا موجوده هنا الاولفكشن فكتر اريا نجي هسه سجل فيو بعد ما عندنا شيء بعد اللي دكتور يعني هسه